اطلالي بركة برنامج الحسابات الهندسية. كنا عملنا فيديو عليه اول ان هو بتقدر تحسب بيه بعض الحاجات زي الكثافة مثلا. هفتح دلوقتي نشوفه، بس جات اسئلة كتيرة ازاي نحمله. الرابط اهوت، مجرد بتدوس عليه، موجود في الديسكريبشن. بيتفتح اهوت، تقدر تختار اي رابط من الروابط ديت يفتح معاك. هختار دوت لانه ده اخر تاريخ اهوت. نعمله داونلود. ده برنامج معمول اوبن سورس، يعني لو انت عايز تفرض الكود تقدر تحملها وتقدر تشتغل بيها بدون اي مشاكل خالص. ده برنامج انا كنت عملته زمان، تمام. ارام، وبعد كده بتلاقي البرنامج اهوت، تقدر تعمل اي عمليه تحويل، تمام. بس ان هو بيجيب لك كل الوحدات بتحول مره واحده. وعندك بقى حساب الدولة الرياضية مثلا، حساب القدرة، المساحة، الحسابات الهندسية. طبعا ده عملته أول سنة بدأت شغل، كنت بشوف ايه المعادلات. هتلاقي هنا مثلا الحاجات الخاصة بشبكات الصرف مثلا، تقدر تقول عدد الغرف وعدد لفات كل غرفة والحاجات دي كلها، ويبدأ يديك المعلومات الخاصة اللي انت محتاجها وهكذا. يعني احنا كنا اعتمدنا عليه في الشركة فترة طويلة. مقاييس الرسم مثلا كان الناس بتلخبط، فانا كنت اعمل لهم حاجة كده سهلة وبسيطة بحيث ان هم يستفادوا منها.